سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الكهف قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس من الثقات قال أبو قتيبة قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة البصري قال ابن معين ليس به بأس قال أبو زرعة ثقة وذكر ابن حبان في الثقات قال حدثنا عبد الجبار بن العباس أبو ذر الهمداني الكوفي قال ابن معين ليس به بأس قال أبو حاتم الرازي ثقة واصدقه أيضا أحمد وغيره قال عن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وكان فحلا في التفسير قتله الحجاج يوم أن قتله كما قال أحمد والناس أحوج ما يكونون له عن ابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين ترجمان القرآن قال عن أبي بن كعب وأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة كما قال سلم أقرأها لكتاب الله أبي ولذلك عمر الخطاب كان يقول سيدنا أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أبي كما قلت قال عمر أبي سيد الناس لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله وعن النبي قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا طبع يوم طبع كافرا وفي الحديث الثاني عن يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن موسى ثقة وثقه النسائي وابو زرعة وذكر ابن حبان في الثقات حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني تغير بآخرة وكان تلقا عن معمر معمر بن راشد من الثقات الأثبات عن همام بن منبه من خيرة أهل اليمن ومن عبادهم من الثقات قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه إذا جلس على فروة بيضاء اهتزت تحته قال خضرا الفروة الثالثة كانت تحته كنز لا باب آخر هذا طيب هذا الباب قال أبي قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا طبع يوم طبع كافرا وكما قلنا بأنه ما قتله الخضر إلا بوحل لأنه قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا مع أنه لم يبلغ الحلم وقتله صغيرا فصار من أهل الجنة يعني هو قتله صغيرا فصار من أهل الجنة ولا يقال أنه على المآل لما يكون كافرا يكون من أهل النار لأنه حين قتله كان مرفوع القلم عنه لكن هنا علم الغيب هذا الذي يقال فيه علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون إثبات علم الله في علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون لكن في قوله طبع يوم طبع كافرا قلنا هذا على المآل وأنه إذا بلغ الحلم أعرب عن نفسه بالكفر ولشفقة الولدين عليه يكفرون كما كفر فغير الله ذلك وأمر الخضر بقتله هذا لو كان كيف سيكون بيانه الله جل في علاه والإشكال هنا عندنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني وما قال يسلماني فكيف يقول طبع يوم أن طبع كافرا هنا الجمع بينهما أن نقول لا هو على الإسلام كل مولود يولد على الفطرة فهو ولد على الفطرة لكن لو كان سيبلغ الحلم بيّن الله لنا أنه سيختار الكفر على الإسلام لذلك نحن نقول هو من أهل الجنان فالقتل جاء مصلحة في حقه ومصلحة في حق أبويه فيكون المعنى هنا طبع يوم أن طبع كافرا يعني لو كان قد بلغ الحلم فطبع كافرا بأنه سيختار الكفر على الإسلام فسبحان ربنا العلام كيف أنقذه وأنقذ أبويه والقدر سابق وقد أمر الله القلم أن يكتب كل شيء وخرج بالكتابين كتاب في أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك هذا في الحديث الأول الحديث الثاني أن الخضر سمي بهذا الاسم لأنه كان إذا جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته صارت خضرة هو يعني قد زاد عبد الرزاق في مصنفه بأنه قال بعدما أخرج الفروة قال الحشيش الأبيض وما أشبه
فقال عبد الله بن أحمد بأن رواه عن أبيه على أنه على التفسير بأنها قطعة يابسة حشيش لما يجلس فيها تصير بعد ذلك خضراء ناعمة، أو أرض بيضاء ليس فيها نبات فإذا جلس فيها كأنها المطر اهتزت وربت وأنبتت، اهتزت وربت وأنبتت. هذه كرامة من الله جل في علاه، هذه كرامة بل هي معجزة، هذه معجزة من الله لنبيه الخضر. فيكون عندنا في الأول من المعجزات هنا الوحي في الغيب بأنه قتل الغلام حتى لا يكفر أبويه، وأيضا لما اهتز إذا جلس على مكان أرض بيضاء يعني أرض لا فيها زرع ولا نبات فإذا جلس فيها نبتت، وهذه معجزة. وكما قلت كما بيّن الله تعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الفوائد المستنبطة: أولا إثبات أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، طبع يوم أن طبع كافرا يعني لو بلغ الحلم سيكون كافرا. إثبات نبوة الخضر لأن هذا من الغيب لا يعلمه أحد. الثالث رحمة الله بعباده